وزير الخارجية النمساوي يلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافروف. إفلاس أكبر شركة عقارات بالنمسا بعد عجز 600 مليون يورو. استقرار معدل التضخم عند 5.4% مع استمرار ارتفاع الأسعار. زيادة 10% في المساعدات الاجتماعية اعتباراً من 2024. الرئيس النمساوي يلغي زيارته لقمة المناخ بدبي. وسوري يتسلق مبنى بارتفاع 38 طابقاً بحثاً عن مسدسه. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. التقى وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ بنظيره الروسي سيرجي لافروف أثناء اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبي عاصمة سراييفو. وكان شالينبرغ قد أعرب عن استعداده للقاء لافروف، حيث جرى اللقاء بناء على طلب المنظمة وبتنسيق مع رئاسة المنظمة، وقد تم مناقشة المناصب القيادية المتبقية في المنظمة مع لافروف. وأكدت المتحدثة باسم شالينبرغ أن النمسا تحمل مسؤولية كبيرة كمقر المنظمة، وقد أدت مشاركة لافروف إلى مقاطعة بعض الدول كأوكرانيا وبولندا ودول البلطيق. أعلنت شركة العقارات النمساوية سينجا نيتها التقدم بطلب للإفلاس، حيث بدأت إجراءات إدارية أمام محكمة في فيينا. ومن المقرر أن تقدم الشركة طلباً للإدارة الذاتية وخطة إعادة تنظيم، والهدف هو استمرار الأعمال التجارية وإعادة الهيكلة المستدامة. وكانت سينجا قد تضررت بسبب تدهور قطاع العقارات الأوروبي والتكاليف المرتفعة للاقتراض في تاريخ اليورو الممتد لنحو 25 عاماً، حيث تواجه الشركة صعوبات في تأمين مبلغ 600 مليون يورو في الأسابيع المقبلة. استمر معدل التضخم في نوفمبر عند 5.4% كما كان في أكتوبر وفقاً لتقديرات هيئة الإحصاءات النمساوية. وتوقف انخفاض معدلات التضخم الملاحظ منذ بداية العام، وشهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 4%، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 4.9% على أساس سنوي. وأشاد وزير المالية برونا بالانخفاض الملحوظ في التضخم، مؤكداً بأن النمسا نجحت في تعزيز قوة الشراء، حيث قامت بتنفيذ إجراءات لتخفيف الضغط مثل إلغاء التقدم البارد وتخفيض تكاليف الإنتاج. أعلنت ولاية تيرول أنها ستزيد معدلات الحد الأدنى للدعم الاجتماعي بنسبة حوالي 10% مع بداية 2024. وستطبق اللائحة الجديدة لتكاليف الإقامة في ديسمبر، مما يؤدي لزيادة ملموسة للدعم المالي، وذلك بميزانية 8 ملايين يورو إضافية، حيث يخصص جزء منها لتغطية تكاليف الإقامة والباقي لتأمين معيشة الأفراد. ويتأثر الدعم بعوامل مثل حجم الأسرة وموقع الإقامة، وتعتبر هذه الخطوة أداة أساسية لتحسين ظروف العيش وتخفيف الأعباء المالية للإيجار والتشغيل وتكاليف التدفئة. ألغى الرئيس النمساوي ألكسندر فاندلبن زيارته لمؤتمر الأمم المتحدة كوب 28 في دبي بسبب إصابته بالإنفلونزا. وسيقوم بتمثيل النمسا كل من وزيرة البيئة ليونيل غريفيث ووزير المالية ماغنوس برونا في المؤتمر. وكان من المقرر أن يلقي الرئيس كلمة ويعقد محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار البيان الرئاسي إلى أن النمسا تأثرت بالعواصف والفيضانات بسبب التغير المناخي، مع التأكيد على الحاجة للانتقال إلى الطاقة المتجددة. قام شاب سوري في فيينا بعمل غريب وخطير، حيث أطلق النار من مسدس في شقته بالطابق 19 ورمى مسدسه إلى الطابق 17 لأسباب لا تزال مجهولة. ومن أجل استعادة السلاح قام بتسلق واجهة البناية، وكان زوجان بالطابق نفسه قد اكتشف وجود قطع من الجدار ورصاصة مضروبة في إطار صورة فوق سريرهم، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة عنه. وفي اليوم التالي تم اعتقاله بعد محاولته التسلق من ارتفاع 60 مترا، وقد وجدت كمية مخدرات في شقته. ويعتبر برج ذا وان من أبرز المباني الحديثة في فيينا الحي الثالث بارتفاع 128 مترا و38 طابقا.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.